28. اليوم مباريات الأول من يناير، ومن يسجل الهدف الأول في عام 2015 في أول أيام 2015. الكرة ملعوبة عرضية بالرأس، الهدف الأول في اليوم الأول من الشهر الأول ل 2015. ستوك سيتي، من يسجل أولا يستثمر كرة جات بالرأس من بيتر كراوتش، هياها على ما يرام لتستكمل الكرة بالشباك. شوف الكرة جات في الست ياردات ثم يتم الاستفادة منها، توضع في المرمى. شوك روز من سجل على ما يبدو الهدف الأول في المباراة، تأتي عن طريق شوك روز الكرة كهدف أول. شوك روز اللاعب الذي سبق وأن كان لاعبا في مانشستر يونايتد وتأسس في مانشستر يونايتد، الآن يسجل في مرمى المان ويتقدم لفريقه بهدف دون مقابل.